جزاكم الله خيرا. ألاحظ أنه يسأل عن المدائح النبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام، ويذكر بعض الأمثلة مما يقال هناك شيخ صالح. المدايح على قسمين، المدايح الخالية من الغلو والإطراء بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله إياها لا بأس بذلك، ولكن لا يخصص لهذا يوم معين كيوم المولد، وإنما يقرأ هذه المدايح أو هذه القصائد التي في مدحه صلى الله عليه وسلم في أي وقت، مثل قصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقصائد قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد، ومثل قصائد كعب بن مالك رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة، كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه، فلا بأس أن الإنسان يقرأ هذه القصائد لأنها خالية من الغلو والإطراء، لكن لا يخصص لها وقتا معينا كما يفعله أصحاب الموالد المبتدعة. أما إذا كانت هذه القصائد تشتمل على شرك وعلى غلو بحق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز إنشادها إلا على وجه الإنكار والتحذير منها، مثل قصيدة الوردة للبوصيري، هذه فيها شرك صريح وفيها غلو قبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصائد البقاعي أو ما أشبه ذلك من القصائد التي فيها غلو وإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، فيها استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيها دعاء للرسول من دون الله عز وجل، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فهذه القصائد المشتملة على الغلو والإطراء والشرك لا يجوز إنشادها إلا لمن يريد أن يرد عليها ويبطل ما فيها وينقض ما فيها من الباطل ويحذر منها، أما أن تنشد على وجه التلذذ بها أو تنشد في مناسبة المولد كما يفعله المبتدعة فهذه قصائد شركية، ومن اعتقد ما فيها فهو مشرك والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الصياح جائز عند سماع القرآن؟ لحظة، تفضل. قلت البقاعي، هذا الاسم غلط، البرعي. رجل يقال له البرعي فتح الله والعياذ بالله، هذا عنده غلو قبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.